اي يو جانج، بداية الاسبوع وانا في مكان حلو واجد. خلنا ارويكم المكان بلا كثرة كلام. احنا موجودين عند وادي شاب، ارويكم المكان، مكان واجد حلو موجود خلفي بتشوفوه زين. موجود صور، الجو حار مثل ما تشوفوا في كل مكان في عمان الحين، لكن رغم ذلك مستمتعين، المكان واجد حلو ويستاهل الزيارة. أنا موجود عند أحسن محل يضبط مخلوط في عمان، إيش هو المخلوط يا ترى؟ أعطوني في الكومنت تحت، أهل سور بيعرفوا، حد هنا من أهل سور إيش يعني مخلوط؟ المكان اللي يصنع فيه السفن، بنشوف بعض السفن مع بعض. يلا ليتس جو. توني وصلت البيت، الساعة تقريبا 2:30 بالليل. كانت رحلة ممتعة جدا لصور، غاية الرقاد، ألتقيكم بكرة. موجود عند جمعية هواة العود، راح أحضر فعالية مميزة وأصور لكم منها. هذه المناسبة كلمة ينتقمها الأستاذ محمد موسى حول معرفة الناس، ومن ثم إنشاء الثاني، ونبدأ بالكلمة والتي ستكون تعليقا حول كارتول حول اعرف نفسك. بقرا فقره من ثم الاستاذ يعلق عليها، وباب الحوار مفتوح. يكون احد اسباب ان احنا لا ندخل في هذا المجال، مجال البحث عن ذواتنا. طلعنا من الجلسة، كانت روعة 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 ورهيبة، الحمد لله طلعنا بنفسية أحسن وحلوة. وأريد أخبركم شيء، ذكر الله سبحانه وتعالى ما شرط أنه يكون في المساجد بس يا جماعة الخير، ممكن يكون في أي مكان وكل مكان، في السيارة، في الدرب، في أي مكان، ويريح الإنسان. أريدكم دائما تتذكروا شيء، أنتوا أحسن ناس. لحظة، في شيء صح؟ يو شوفوا هنا، ايو جانج، انتوا احسن ناس. يو صار في قميص يجمعنا يا جماعه، هذا القميص راح ينزل قريب ان شاء الله للجميع، وانا جدا متحمس، في الوان حلوه، في اشياء كثيره جاهزين نخططها لكم. انتوا احسن ناس يا ايو جانج، رغم التعب والحر، وانه ما حد شلني صلاله، ولا حد شلني سويسرا، ولا حد شلني مكان حلو، إلا أنني موجود هنا وأعمل من أجل رفعة هذا الوطن. قررت أن أغير الدايت مالي وأكل أكل صحي الحين، فالحين فواكه وخضروات وأشياء حلوة بدل الحلويات والسكر. كلكم مثلي صح؟ بسم الله نبدأ نشتغل.
أعزائي متابعي إذاعة سلطنة عمان، إلى هنا تنتهي الفترة الدينية لصلاة العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها. يرجى من القاطنين خارج هذه المحافظة مراعاة فارق التوقيت. والحين تبدأ فقرة مميزة جدا اللي هي فقرة الفلوس. Every time I close my eyes, I see my name in shining light. أشكركم مرة ثانية على الحماس للفقرة الفلوسية. اليوم عندنا كورس اسمه 300K، كورس خاص بالمال والتجارة. هذا المبلغ قدر انه كان تشتري، ما كان تحديات مختلفة لازم نواجهها، والتحديات مستويات. رايح هناك الحين، شوفوا هناك هذا اللي في اللوحة هناك فوق، مطار مسقط الدولي، انا رايح هناك. طبعا بخبركم شيء، اول شيء موضوع المطار شوية في شلخ، انا ما رايح المطار، زين؟ مار عند المطار ورايح للكورس، لكن قريبا جدا بسافر. يا ترى وين تتوقعوا السفرة بتكون؟ حطوا تحت في الكومنت وين الدول اللي تتوقعوا اني بسافر لها. ودائما دائما دائما بي ان اي او غانغستا. بس لحظة، شوفوا هنا، يو بي ان اي او غانغستا. هذا الخميس بعد راح يجمعنا مع بعض. ايش رايكم في القمصان اللي شفتوها في هالفيديو؟ هالفيديو يكون عجبكم، نلتقي في الفلوج القادم اللي راح يكون مميز جدا. حياكم الله. صح نسيت اخبركم شيء، شير لايك اند